قبل قليل أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدات عدة في جنوب لبنان، وقالت مراسلة التلفزيون العربي إن المقاتلات الإسرائيلية قصفت بلدة عيترون. أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على منطقة البقاع ماسة. مراسلة التلفزيون العربي أفادت بشن طائرات إسرائيلية غارات استهدفت أطراف منطقة النبي شيت في البقاع شرقية لبنان. وأطلقت القوات الإسرائيلية أيضا قنابل حارقة على شبعة في وقت سابق من اليوم.